بسم الله الرحمن الرحيم. والله ده يوم ربنا يعني جعله يوم سعادة وسرور، وجعله خير يوم طلعت فيه للشمس. ومن أسباب سعادتي وسروري الكبرى في هذا اليوم إن أنا أتشرف مرة أخرى بالتواصل معاكم بعد انقطاع استمر تقريبا أسبوع ولا أسبوعين مش فاكر، لظروف سفر طارئة، وأنا مدين بالاعتذار عن أي تقصير. وأوجه لحضراتكم كل التحية والاحترام والتقدير، وما زلنا في أيام شهر شعبان الكريم والعظيم الذي هو المقدمة الأقرب لشهر رمضان المعظم. يعني أهل الله وأهل الصلاح يتنسمون روائح وأنوار شهر رمضان من بداية شهر شعبان، بل من بداية شهر رجب. فكل سنة وحضراتكم بألف خير، خلاص أيام معدودة ونلاقي نفسنا في أيام شهر رمضان المعظم. اليوم الكريم ده أنا عايز أتكلم مع حضراتكم فيه عن لمحات تدور حول شهر شعبان، وعن التمهيد والاستقبال والفرح بشهر رمضان، وعن يوم الشهيد اللي هو النهاردة بالضبط يوم 9 مارس، يوم 9 مارس من كل أسبوع الخميس، مبارح كان النهاردة 10. 9 مارس ده اليوم الذي استقرت فيه الدولة المصرية على الاحتفال بيوم الشهيد. ويوم الشهيد هو اليوم الذي نجتمع فيه جميعا كمصريين للاحتفال والاعتزاز والامتنان والعرفان لشهداء مصر الأبرار البواسل الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزا مرفوع الرأس، ومن أجل أن يظل كل إنسان مصري كريم من 105 مليون مصري، أن يظل كل إنسان من هؤلاء آمنا في بيته وفي قريته وفي الشارع اللي بيمشي فيه، يعرف يطلع ويتحرك ويروح ويجي من غير تهديد ولا ترويع ولا إرهاب يتسلط عليه. فالثمن الذي نقدمه من أجل أن يبقى الأمن لهذا البلد هو أرواح هؤلاء الشهداء الكرام. فأنا النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم عن يوم الشهيد، ثم عن بقية البركة والنور في أيام شهر شعبان، ثم عن الاستقبال والحفاوة والترحيب بأيام شهر رمضان المعظم. بالنسبة ليوم الشهيد طبعا هو يوم 9 مارس من كل أسبوع من كل سنة، والبداية ما كانتش في 9، البداية كانت في 8 مارس سنة 1968، حيث كنا في ذروة حرب الاستنزاف ضد العدو الإسرائيلي الرابض على الضفة الشرقية لقناة السويس، محتلا لأرض سيناء التي هي درة تاج الوطن والتي هي القطعة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعا كمصريين. حرب الاستنزاف امتدت على مدى عدة سنوات، وقصدت فيها الدولة المصرية والقوات المسلحة إلى خوض حرب تكبد فيها العدو أكبر قدر ممكن من الخسائر على كل الجبهات المتاحة. دمرنا المدمرة إيلات، دمرنا الحفار أبيدجان هناك في نيجيريا، خضنا معارك، يعني حرب الاستنزاف دي وحدها فيها كم من البطولات والعبقرية المصرية ينبغي أن تدون وأن تكتب. ومفيش دولة بتحتل قطعة من أرضها وتصنع مثل هذا العمل، يا إما أنها بتنهزم وتستكين، يا إما أنها بتفضل ساكتة لحد ما تحضر نفسها للقتال. بس إحنا كمصريين ربنا أكرمنا بأنه جعل هذه الأرض تنبت خير أجناد الأرض، وتنبت خير العقول، وخيرة العلماء، وخيرة الأدباء، وخيرة المفكرين، يعني كل أبنائها هو الأفضل في مجاله. من كرم ربنا لهذه الأرض ومن عناية الله تعالى بهذه الأرض، أرض مصر الطيبة. حرب الاستنزاف استمرت كده عدة سنوات. في سنة 1969 في شهر مارس أعدت القوات المصرية لقصف شديد التركيز يعد الأكبر والأقوى طوال حرب الاستنزاف ضد مناطق محددة من قطاعات خط بارليف وقوات العدو على الضفة الأخرى من قناة السويس. كان فيها إنجاز هائل، قصف مركز تجاه قوات العدو، كبدنا فيه العدو خسائر فادحة. ولعظمة الإنجاز الذي تم، نزل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق عبد المنعم رياض من أجل أن يرى الموقف ويرى الجبهة مباشرة بين رجاله البواسل الأبطال من جنود ورجال القوات المسلحة. غير مألوف وغير مسبوق أنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يعني الرجل القيادة رقم 2 للقوات المسلحة، القيادة بتبدأ بالقائد الأعلى السيد رئيس الجمهورية، ثم القائد العام وزير الدفاع، ثم السيد رئيس الأركان، ده رقم 3 في سلسلة قيادات القوات المسلحة، يعني قيادة عليا جدا في الجيش المصري،
ان هو ينزل الى خط النار ولا يفصله عن قوات العدو الا 250 متر، اللي هي بس مساحة القناة وامتار قبلها وامتار بعدها. فدي بسالة وشجاعة تدل على أصالة الإنسان المصري ووطنيته. الفريق عبد المنعم رياض وهو في أثناء تواجده مع رجاله شنت القوات الإسرائيلية هجوما مركزا. احنا قصفنا القصف ده يوم 8، بدأت ترفع نتائجه إلى القيادة في يوم 8. يوم 9 مارس نزل السيد الفريق عبد المنعم رياض من أجل أن يكون وسط رجاله ويعاين المشهد ويقدر الموقف. وفي أثناء تواجده بين رجاله قامت القوات الإسرائيلية بقصف مباغت على مواقع تحصينات قواتنا المسلحة، فحصل تفريغ للهواء وإصابات أصيب فيها الفريق عبد المنعم رياض، ولقي ربه شهيدا على خط الجبهة بين رجاله مدافعا عن أرض هذا الوطن ضد العدو الصهيوني والإسرائيلي. كان هذا الحدث ضخما جدا، إنه قيادة عليا بهذه الصورة أن يلقى ربه شهيدا على خط الجبهة بين رجاله. كانت رسالة ثبات وتضحية لكل جندي على طول امتداد الوطن وعرضه أن يكون مرابضا وأسدا هصورا مدافعا عن أرض الوطن. كانت رسالة إلى العالم كله أن القوات المسلحة المصرية يعني لا تسلم وأرض سيناء الكريمة محتلة. الرئيس جمال عبد الناصر منح لقب فريق أول للفريق عبد المنعم رياض وقلده أعلى الأوسمة العسكرية، واحتشدت جنازة بالغة الحفاوة، وتداعت رسائل وبرقيات العزاء من مختلف دول العالم، واحتشدت حشود الشعب المصري لتشييع جثمان الشهيد الفريق عبد المنعم رياض. من ذلك اليوم احنا كمصريين اخذنا قرار ان احنا نثبت هذا اليوم يوما لتكريم كل شهيد سقط على ارض الوطن مدافعا ضد العدو المحتل ومحافظا على امن هذا الوطن. طبعا من الوفاء ان احنا نقول لشهدائنا كلهم ان احنا عارفين قدر التضحية والفداء والعطاء. من الوفاء الكبير ان احنا نوجه رسالة لأمهات الشهداء وزوجات الشهداء وآباء الشهداء وأسر الشهداء وأبنائهم. من الوفاء كمان ان احنا نقول لكل مصاب انه يعني احنا ممنونين وعارفين قدر البذل والعطاء والتضحية والفداء، وندعو للمصاب بالشفاء وندعو للشهيد برفع الدرجات في جنات النعيم. فأنا من هذا المنبر الكريم راديو 99 ومن خلال هذه دقائق البرنامج أتشرف إن أنا أتوجه برسالة عرفان واحترام وإجلال وتعظيم وتقدير لكل شهيد خلال كل الحروب التي خاضتها مصر، من شهدائنا في 48 وفي 56 في العدوان الثلاثي، وفي أثناء الارتباك اللي حصل في 67، أثناء حرب الاستنزاف على مدى سنوات، أثناء الحرب الكبرى والانتصار الأعظم حرب أكتوبر العاشر من رمضان التي يعني نجحنا فيها في تحرير أرض سيناء ودحر العدو الإسرائيلي وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر واستعادة الأرض وحماية العرض. كل شهيد كريم على مدى السنوات اللي فاتت في مواجهة الإرهاب إلى آخر شهيد سقط قبل يعني أيام معدودة، يعني نتوجه إلى كل شهيد كريم من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بكل الاحترام والتبجيل والعرفان بمدى العطاء الذي قدمه، وليس أغلى من الروح أن تقدم ثمنا وفداء للوطن ولأمن الوطن. إلى أم كل شهيد يعني ربنا يعني تقبل منك الثمرة الطيبة وتقبل ابنك في الشهداء، وابنك الكريم الشهيد ده شهيد لك عند الله يوم القيامة وشفيع لك في دخول جنات النعيم لك ولأبيه ولسبعين من أهل بيته. إلى ابن كل شهيد بطل يعني أن تسير على درب أبيك ووالدك سجل اسمه واسمك في سجل الخلود وفي شرف وفي قائمة الشرف، ونبقى جميعا كمصريين إلى يوم القيامة نتشرف بذكر اسم أبيك أيها الابن البطل لأب بطل. فكن على درب الأب الكريم وفيا لبلدك، شوف المجال اللي انت تبدع فيه لتقدم العطاء لبلدك كما قدم والدك. لك أن تفخر وأن تعتز إلى يوم القيامة بأن والدك أثبت البطولة المتناهية وخاض المعركة بجسارة وفداء وقدم روحه فداء للوطن. إلى أسرة كل شهيد لكم منا كل العرفان والامتنان على ما قدمتموه للوطن وليس أغلى من الروح. إلى أسرة كل مصاب نتمنى الشفاء التام للبواسل الأبطال أبناء قوتنا المسلحة وأبناء الشرطة.
نتمنى لكل شهيد أن يجعله الله شفيعا لنا جميعا يوم القيامة، وتهنئة إلى قواتنا المسلحة وإلى شعب مصر العظيم في يوم الشهيد يوم 9 مارس من كل سنة. ويوم الشهيد معبر عن مدى أصالة وعمق وفداء ووطنية كل إنسان على أرض مصر. الناس الشهداء اللي راحوا دول نموذج منا معبر عن الروح التي عشنا بها والتي نحملها جميعا تجاه وطننا العظيم. نسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ قوتنا المسلحة وأن يحفظ بها الوطن وأن يجعل هذا البلد بلد رخاء وبلد يسر وبلد عطاء وفير وبلد رزق واسع، وأن يبسط الله فيها في ربوع هذا الوطن بساط الأمان والألفة والحكمة والسداد، وأن يملأ الله تعالى القلوب والبواطن والبصائر بالنور والفهم والعلم، وأن يجعل الله تعالى هذا البلد في حصنه المكين وفي حرزه المتين إلى يوم الدين. وهذه كانت رسالة وفاء كان لابد منها، وأرجو أن تكون يعني وصلت لحضراتكم. المعنى الثاني اللي أنا عايز أتكلم عنه إن إحنا ما زلنا نبحر في أيام شهر شعبان الكريم. شهر شعبان ده سيدنا النبي دانا فيه كده إشارة معينة لما سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال، قيل له الإمام النسائي يروي في السنن من حديث أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى أنه يقول: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ يعني سيدنا أسامة بن زيد، وحضراتكم عارفين أن أسامة بن زيد ده ملقب بالحب ابن الحب، يعني هو المحبب إلى الجناب النبوي، ووالده سيدنا زيد محبب إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كان لأسامة ابن زيد ولأبيه حب ومكانة كبيرة وعاطفة كبيرة في قلب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرف سيدنا أسامة ابن زيد بالحب ابن الحب. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة بن زيد معناها أن الله إذا نظر في قلب نبيه وحبيبه ومصطفاه ووجد فيه الحب تجاه أسامة بن زيد فيحبه الله كذلك. يبقى إذن كون سيدنا أسامة بن زيد محببا إلى قلب سيدنا النبي معناها قطعا أنه محبوب عند الله كذلك. فسيدنا أسامة بن زيد ده حاجة عظيمة أوي وحاجة ضخمة أوي وحاجة كبيرة أوي، ومن المعاني التي يعني أفرح بها باسمي الذي أتسمى به أنني على اسمه عليه رضوان الله تعالى. ونسأل الله أن يجعلنا نسير على دربه وأن يسلك بنا مسلكه الشريف في القرب من الله وفي السير إلى الله. سيدنا أسامة بن زيد حب الجناب النبوي له رفع قدره عند الجميع، فلما أن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أمره الجناب النبوي على الجيش، فسيدنا أبو بكر الصديق أول قرار إداري اتخذه بعد أن تقلد إدارة شؤون البلاد ويعني شؤون أهل الإسلام بعد سيدنا النبي أنه أنفذ بعث أسامة، يعني حرك الجيش الذي أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون أميره أسامة بن زيد. سيدنا أبو بكر الصديق وأسامة بن زيد في ذلك الحين في سن 16-17 سنة، يعني لسه شاب في مقتبل الشباب، ومع ذلك يركب على فرسه قائدا، وأبو بكر الصديق اللي هو خليفة المسلمين يمشي على رجليه بجواره مبجلا ومقدرا لهذا القائد الذي منحه رتبة القيادة الجناب النبوي المعظم. سيدنا أسامة بن زيد ده بقى هذا الرجل العظيم الابن العظيم المحوط في تاريخنا بهذه الهالة من التقدير والود والحب، شاف سيدنا النبي وبدأ يسجل الظواهر والمشاهدات اللي بيلاحظها في المسلك النبوي، وبدأ يسأل متفقها وسائلا ومتأدبا ومتعلما، فبيقول لسيدنا النبي: يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ يعني يا سيدنا النبي أنا ملاحظ حاجة كده ومش عارف سيادتك يعني لو أفدتني فيها وقلت لي السر فيها، أنا شايف سيادتك بتصوم كتير قوي في شعبان، ده أنا ملاحظ على مدى سنة كاملة مثلا أو أكتر معدل صيام سيادتك يا سيدنا النبي في الأشهر المختلفة تصوم كثيرا أحيانا وقليلا أحيانا، لكن بعد شهر الفريضة رمضان ده أنا على مدى الملاحظة والرصد والتتبع ما شفتش سيادتك يا سيدنا النبي بتصوم شهر تكثر فيه جدا من الصيام كالذي تفعله في شهر شعبان، يا ترى ايه بقى السر؟ ام سيدنا النبي قال له: ذلك شهر، شوفوا يا جماعه السبب اهو، شوفوا الحيثيه، شوفوا السبب. سيدنا النبي قال له: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. دي نمره واحد اهو، انه شهر الناس بتعظم شهر رجب لانه من الاشهر الحرم وتعرف له قدره وفيه الاسراء والمعراج وفرضت فيه الصلاه، يبقى الناس بتهتم برجب.
والناس بتهتم برمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر وفيه الصيام والسحور والقيام وكل حاجة، بس الناس في النص كده بتتعامل مع شعبان بتعامل عادي، يعني ما بيهتموش، لا يقدرون له قدره. فسيدنا النبي بيقول الزمن ده زمن شريف وزمن كريم وزمن يغيب عن كثير من الناس. يبقى إذن بدأ العلماء يأخذون من هذا الكلام النبوي أدب رفيع، وهو أن يهتم الصالحون بعمارة أوقات الغفلات عند الناس، زي كده الوقت اللي ما بين المغرب والعشاء محدش بياخد باله أو أنه يصلي فيه، زي كده وقت السحر، زي وهكذا، بيتحرون الأوقات التي يغفل عنها الناس حتى يعمروها بالطاعة، علشان يبقى ذاكر بين الغافلين. طب ذاكر بين الغافلين دي معناه أنه بيتكبر عليهم، بيقول دول ناس أهل غفلة وناس كده عصاة وأنا وحدي إلا أقعد أذكر ربنا؟ لا، ده بيعمل كده متشفعا إلى الله، يعني يجبر كسر الناس، يجبر ما هم فيه من الغفلة، كأنه بيقول يا رب إن كان هؤلاء قد غفلوا فأنا أتشرف بذكرك واجعل ذكري لك ذكرا لهم، يعني بضيف لرصدهم، يعني بأجبر الكسر اللي عندهم. وهكذا تأتي الطاعة والعبادة تبني نفسية الإنسان على عدم الكبر على الخلائق. طيب، فسيدنا النبي قال له ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. نمرة 2 بقى، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى سيدنا النبي ذكر له سببين من أسباب شدة العناية والتعظيم بشهر شعبان، وإحنا ما زلنا في بقية من أيام شهر شعبان، عاملوا هذه الأيام بهذا الهدي النبوي من التعظيم. وإحنا علقنا على السبب الأول ذكر الله في أوقات غفلات الناس، ونعلق على السبب الثاني ولكن بعد الفاصل. وسهلا ورجعنا لحضراتكم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن السبب أنه سيدنا النبي كان بيتحرى كثرة الصيام في شهر شعبان. خلاص يا جماعة، شهر شعبان بيطوي صفحاته ويغادر ويودع، بقيت لنا معه أيام معدودة بتتناقص بالتدريج، ومن بعدها يسلمنا شهر شعبان إلى شهر رمضان المعظم. فالوصية اللي أنا بأوصي حضراتكم بيها شدة العناية باغتنام البقية الباقية من شهر شعبان، وفي نفس الوقت الاستعداد الأقصى والاستنفار كده في القلوب لاستقبال شهر رمضان المعظم. وكنا ذكرنا أنه سيدنا النبي لما سألوا سيدنا أسامة بن زيد يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، فسيدنا النبي بدأ يشرح له ليه بقى وإيه الحكمة من وراء أنه عليه الصلاة والسلام يتحرى كثرة الصيام والتعظيم لله جل جلاله في شهر شعبان. فقال له ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، دي نمرة 1. السبب الثاني قال له وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى هذا الشهر شهر رفع الأعمال. وكان خطر لي كده خاطر واستنباط معين، يمكن قلت لحضراتكم قبل كده وما فيش مانع أن أنا أفكركم بيه مرة تاني. كنت بقول أنه كل شهر من الشهور الثلاثة ليه كده سمة تغلب عليه، له طابع، يعني له مذاق، يعني له لون يغلب عليه. الشهر رجب السمة التي تغلب عليه أنه شهر الإسراء والمعراج، يعني فرضت فيه الصلاة، يبقى ده شهر الصلاة. يبقى إذن شهر رجب شهر الإكثار من النوافل في الصلوات. طيب، شهر شعبان يبقى ده شهر الصيام، شهر الصيام علشان سيدنا أسامة بن زيد بيقوله وستنا سيدة عائشة يقوله والصحابة يقوله، ما شفناش سيدنا النبي يكثر من الصيام في شهر كما يكثر من شهر شعبان، يبقى ده شهر الصيام. يبقى شهر رجب ده شهر الصلاة النوافل الكثيرة من الصلوات، وشهر شعبان ده شهر الإكثار من الصيام. فواحد يقول لي طب إذا كان رمضان هو شهر الصيام أمال رمضان يبقى شهر إيه؟ والإجابة أن احنا نقول له رمضان يبقى شهر القرآن. يبقى شهر رجب هو شهر الإيه؟ الصلوات، الإكثار من الصلوات. شهر شعبان هو شهر الإكثار من الصيام، وشهر رمضان يا جماعة هو شهر الإكثار من إيه؟ من القرآن الكريم. تقرأ القرآن وتتلو القرآن في رمضان قد ما تقدر، لأنه سبب الشرف والرفعة في شهر رمضان زي ما ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى سبب رفعة رمضان أن الله اختاره من بين الشهور لنزول القرآن فيه. يبقى رمضان شهر القرآن، شعبان شهر الصيام، رجب شهر الصلوات، والمقصود من ده الإكثار جدا من النوافل في الصلوات وفي الصيام في رجب وفي شعبان. طيب،
بس انا لسه برضو مازال في ذهني انه رمضان شهر الصيام، ليه ما بنقولش ان احنا نكثر من الصيام في شهر رمضان، وبنقول انه سيدنا النبي كان يكثر الصيام في شهر شعبان؟ والاجابة على هذا ان الصيام اللي في شهر رمضان يا جماعة ده فرض، فرض يعني دين في رقبتك، يعني واجب انك تعمله، يعني ما تملكش انك انت تقول انا اكثرت من الصيام في شهر رمضان، لانك هتقول انا صمت شهر رمضان، واذا قصرت وما صمتش يوم منه لازم ترجع غصب عن سيادتك وتؤديه قضاء بعد ذلك، فده ما تقدرش تقول انا اكثرت منه، ده انت اديت الواجب اللي عليك. زي لما اكون انا مثلا مقترض منك 100 جنيه وانت ترجع لي ال 100 جنيه، ما تقدرش تقول لي ده انا مدي لك 100 جنيه، ما تقدرش، لان دي بتاعتي، ما هو ده دين ليا عندك. بينما لما سيادتك تيجي تديني هديه 100 جنيه تقول لي اه انا اكثرت من عطائك، ده انا مدي لك مبلغ وقدره، يبقى ده كرم منك، يبقى كتر خيرك. بس ما تقدرش تقول انا اكثرت من الشيء اللي اللي مفروض عليك، اللي واجب انك تعمله. يبقى صوم شهر رمضان ده فريضه، شئت او ابيت لازم تؤديها لرب العالمين. اما شهر شعبان ليس مفروضا فيه الصوم، فتكتر منه قد ما تقدر. يبقى اذا بالفعل نعم، شهر رجب هو شهر الاكثار من نوافل الصلوات، شهر شعبان هو شهر الاكثار من الصيام، شهر رمضان هو شهر القرآن، يعني نكثر فيه من تلاوة القرآن قد ما نقدر، علشان الصيام المفروض في شهر رمضان يبقى يتملي كده نور وحياه وروح ونبض وحب من خلال الكثرة في تلاوة القرآن العظيم. دي قضية تانية. القضية الأخيرة اللي أختم بها الكلام عن شعبان وأحول بعد كده إلى آداب استقبال رمضان، القضية الأخيرة أن سيدنا النبي قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. يعني إيه يا جماعة ترفع الأعمال؟ طب ما هو ربنا عليم بكل شيء، ربنا يعلم اللي أنا عملته في شهر شعبان وطوال السنة وطوال العمر، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو العليم بذات الصدور، وهو العلام الغيوب، وهو يعني العليم جل جلاله. طب ما هو عالم كل حاجة، يعلم اللي أنا عملته واللي الملائكة هتعمله واللي قبل أن أخلق وبعد أن أخلق، يعلم كل شيء جل جلاله. فإيه معنى رفع الأعمال؟ العلماء قالوا رفع الأعمال يا جماعة ده مش معناه إنه الملائكة تخبر الله جل جلاله بما لم يكن يعلم، حاشاه، سبحانه هو العليم بنا وبالملائكة وبالسماوات والأرض وبالوجود والعدم وبكل شيء. إنما الغرض من رفع الأعمال إعطاء رسالة للإنسان بالانضباط، يعني دي رسالة موجهة ليك أنت أيها الإنسان المكلف، علشان تتشد كده وتخلي بالك وتبقى في حال يقظة وتبقى في حال حضور مع الله، إنك تفتكر إنك أنت في حساب وفي إحصاء لأعمالك وفي رفع للأعمال إلى الله جل جلاله، فتخليك مشدود كده. زي ما يقولك النهاردة هتاخد ملفات الشغل بتاعتك وتروح تعرضها على سيادة المدير، وبتلاقي نفسك بسرعة طالع تجري تراجع الملفات، وإنه مفيش حاجة فيها خطأ، مفيش ورقة ناقصة، ما كل حاجة متقنة. يبقى إذن لما بيقولك إنك هتروح تعرض على الكبير في العمل بتاعك، تلاقي نفسك مشدود ومنتبه واخد بالك وبتعمل عملك كويس وبتتقن فيه. يبقى إذن العرض على الله جل جلاله ليكتسب الإنسان مزيد من الانضباط واليقظة وعدم الغفلة عن عظمة جلال الله جل جلاله. والعلماء قالوا رفع الأعمال على ثلاث مراتب. هناك رفع يومي للأعمال في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، حيث روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. أيه بيقول لك هو فيسألهم وهو أعلم بهم، يبقى السؤال ليس للعلم بل للانضباط والتكليف. فيقول سبحانه كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يعني من لطف الله بك ان ربنا جعل رفع الأعمال للملائكة الورديات بتاعة التغيير بتاعهم في وقت صلاة الصبح وفي وقت صلاة العصر، يعني في وردية كده من الملائكة بتقفل وتمشي وتسيبك في صلاة الصبح، وفي مجموعة تانية تستلم منهم في وقت صلاة الصبح، واللي استلم في وقت صلاة الصبح بيسلم لمجموعة من الملائكة في العصر وتستلم منه مجموعة في نفس الوقت. فوقت تبديل الأعمال ده، التغيير الورديات دي ما بين الملائكة الكرام إن صح التعبير، يعني علشان ربنا يجعل آخر ما تفارقك عليه المجموعة الأولى وانت بتصلي، وأول ما تستقبلك عليه المجموعة الثانية وانت بتصلي، علشان ربنا يظهر أمام ملائكة الرحمن إنك طائع،
يعني ربنا عايز ملائكة الرحمن تسجل لك الطاعة، يعني بيكرمك بهذه المنحة. بس ده رفع يومي للأعمال أهو. في رفع أسبوعي للأعمال، يعني كل 7 أيام بتتجمع بعد ما رفع كل يوم على حدة، قوم ربنا يجمع أعمال ال7 أيام وترفع إلى الله رفعا ثانيا، علشان سيادتك مش تكون منتبه في أول يوم وتاني يوم وتغفل، لا تفضل كمان طوال الأسبوع منتبه. ووردت الإشارة إلى الرفع الثاني للأعمال كل أسبوع في الحديث الذي رواه أحمد في المسند من عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. المستوى الثالث يا جماعة من رفع الأعمال إلى الله، الرفع السنوي اللي احنا بنتكلم عليه في شهر شعبان للحديث اللي احنا بنتكلم عنه، حديث سيدنا أسامة بن زيد اللي سيدنا النبي قال له فيه لما بيسأله: انت ليه بتصوم كتير في شعبان؟ قال له: وذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وآخر ما أوصي به في بقية شهر شعبان أن الله يغفر فيه للناس جميعا إلا لمشرك أو لمشاحن أو لقاطع رحم، فطهروا قلوبكم من الغل والغضب والغيظ والكراهية، وإياكم وقطع الأرحام، علشان تشملكم الرحمة الإلهية. دي كانت قضية رقم 2. القضية رقم 3، إحنا خلاص بصدد استقبال شهر رمضان المعظم، إيه اللي المفروض نعمله علشان نستقبل شهر رمضان؟ عدة حاجات. أول حاجة إن إحنا نفرح بس كده، يعني نفرح كده ونزقطط ونهيص ونفرح، والعيال تبدأ تطلع وتجيب الفوانيس، فوانيس رمضان. والفوانيس السنة دي موجود كتير، كان عندنا فوانيس كتير بتيجي من الصين، بس السنة دي الحمد لله بقت الفوانيس المصرية هي الكتير اللي تلاقيها في السيدة زينب وتلاقيها في الأماكن اللي بتبيع الفوانيس. أصلا يا جماعة بصراحة أنا بحب الفوانيس جدا، وبحب كده تابع موضوع الفوانيس دي، ويعني بشعر معاها كده بالطفولة مش عارف ليه، فبحب الفوانيس قوي، خصوصا الفوانيس اللي بتاعه الشمع اللي كان فيها شمع زمان، اللي بنجيبها وننور كده الشمعه وتفضل كده منوره طول ما الشمعه موجوده. يعني يمكن ده يكون استطراد مني، بس يعني انا بقول لكم على شغف بيحصل عندي ومواجيد بتتحرك كده في قلبي مع شهر رمضان. وخدت فتره كده اروح يعني جنب مسجد ستنا سيده زينب، وامشي في الشارع اتفرج على محلات بيع الفوانيس زي الاطفال، واحس ان انا فرحان وعايز اتنطط كده بين الفوانيس وعايز اشتري الفوانيس دي كلها، بس مش عارف هوديها فين. خواطر بتيجي في قلب الانسان فرحا فرحا بشهر رمضان المعظم. يبقى نمرة واحد في شهر رمضان ان احنا نعمل ان احنا نفرح بمنحة ربنا لينا، ونفرح بشهر رمضان المعظم، ونفرح بدخول الايام الكبيرة اللي كلها لطف وروحانية. نفرح كده بالايام اللي فيها انسانية وفيها كرم، نفرح بايام العبادة والطاعة. يبقى نمرة واحد يا جماعة لاستقبال شهر رمضان، اول حاجة املأ قلبك فرحا بالله وبرسوله. طب انت جايب الكلام ده منين؟ جايبه من قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني الغرض من مجيء الشريعة للعباد انه ربنا يدخل بها السرور والفرح على قلوب العباد، بدل ما كانت تيارات التطرف والإرهاب تصور شرع ربنا للناس انه غم وهم وانه تكفير وانه قتال وانه صراع وانه كراهية ما بين الناس. علشان كده بنقول الناس دي غلط. ليه؟ لانه هم انزل الله الشريعة للناس لتكون رحمة وراحة وفرحا واحسانا وارتقاء في كل شيء، فهم قلبوا الآية وخلوها عدوان وقتال ودماء ورعب وتكفير وتعالي وتكبر. علشان كده هؤلاء ناس منحرفون عن الشرع ومعتدون على حرمة الشرع ويطفئون بهجة أنوار الشرع الشريف في قلوب الناس. علشان كده ربنا لا يجعل لهم قياما أبدا. يبقى إذن أول حاجة يا جماعة إيه عشان نراجع مع بعض أهو؟ إن إحنا نفرح كده بربنا. املأ قلبك فرحا بالله جل جلاله وفرحا برسوله وفرحا بهذه الشرائع اللي مليانة حكمة ومليانة هداية ومليانة أنس بالله ومليانة تقويم للإنسان وتهذيب لنفسه وارتقاء بأخلاقه وسلوكياته. يعني الغرض من الصيام ليس المشقة، ما هو ربنا غني عني وعنك وغني عن الخلق أجمعين وغني عن إن هو يجهدك ويتعبك. ويتعبك ليه؟ وهو عايز منك إيه؟ ده هو رب العالمين اللي خلقك وقادر إنه يمحوني ويمحوك من الوجود ولا يبالي. إنما ربنا خلقك ليكرمك، خلقك ليسعدك، خلقك علشان تفرح بيه، خلقك علشان تملأ حياتك بهجة وطمأنينة. يبقى إذن أول غرض من مجيء أحكام الشريعة كاملة الصلوات والزكاة والصوم وأوامر الله ونواهي، الغرض أن تعود على الإنسان بالراحة وبالفرح بالله جل جلاله. نمرة 2،
بعد الفرح بالله التعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واسمحوا لي نتناول الجزئية دي بشيء من التفصيل ولكن بعد الفاصل. وسهلا ورجعنا لحضراتكم مرة تاني، وكنا بنقول انه اول حاجة يعني نستعد بيها لشهر رمضان الفرح بالله وبرسوله، نمرة اتنين التعظيم لشعائر الله جل جلاله. التعظيم ده معناه ايه؟ بعد ما تملأ قلبك فرح بالله وبشعائر الله واستقبال ما فيها من أنوار وهداية وأخلاق وتزكية وبناء للإنسان، ركب جنب الشعور ده شعور تاني بالإجلال لعظمة جلال الله ولتعظيم الله وهيبة له وتوقيرا لشعائره واحتراما لأمره ونهيه. يعني نعظم جلال الله فنبادر إلى الصيام ونمتثل أمره ونمتنع عن الطعام والشراب ونتحمل كده المشقة والصعوبة امتثالا لأمر الله وتعظيما له. في نفس الوقت نكثر من الصدقات والعطاء والتوسيع على الناس، ونكثر من تلاوة القرآن. إيه اللي بيخليني أعمل ده كله؟ التعظيم لشعائر الله. طيب يبقى إذن الفرح بالله والتعظيم لشعائر الله. من التعظيم لشعائر الله إنه من ابتلي بالإفطار يتدارى كده عن الناس، مش جميل ولا لطيف ولا لائق بك أبدا إنك تكون مثلا عندك عذر، ولا إنسان مثلا مبتلى بالمعصية ولا تبالي بأوامر الله وقلبك كده مليان كده جمود مع ربنا، وتقعد كده قدام الناس كأنك مثلا تدخن في نهار رمضان ولا تقعد تاكل وتشرب، ده غير لائق بالمرة ولا يليق صدوره منك. وكان أهل الله يقولوا كده إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا. وإحنا نشأنا على أجيال يعني كان الواحد لما حتى يبقى مريض وعنده سكر ومضطر انه يفطر ادبا مع الشهر ما يفطرش قدام الناس، يعني جه الوقت اللي هياخد فيه العلاج ولا لازم يشرب مية عشان السكر اللي عنده، ولا مريض او سيدة عندها العادة الشهرية ومش مطالبة بالصوم، ومن ناس كده تعظيما لحرمة الشهر ما يأكلش ويشرب قدام الناس. فكان هناك شعور عميق عندنا احنا كمصريين في الوجدان الشعبي انه حتى علشان ايه كانوا يقولوا، علشان اللي مش مدرك ان انا عندي عذر ما يظنش ان انا مستهين بحرمة الشهر مثلا، أو إن أنا منتهك لحرمة الله. فخلي بال حضراتكم من هذا المعنى، وده جزء من الأدب الثاني في استقبال رمضان اللي هو قضية إيه؟ قضية التعظيم لشعائر الله. يبقى نمرة واحد الفرح بالله وبرسوله، نمرة اتنين التعظيم لشعائر الله. طب نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة التوسعة على خلق الله. التوسعة على خلق الله معناها يا جماعة أول ما يعني خلاص رمضان هو أيام، أول ما يقرب قوي خلاص عايزين نشوف كل الأسر اللي ما فيش إمكانية إن هم يجيبوا متطلبات رمضان، ونتضامن معا ونشيل بعض ونحمل على أكتاف بعض وندخل السرور على قلوب. أنا اتشرفت قبل كام يوم ورحت مؤسسة مصر الخير علشان نشارك في تعبئة الكراتين التي تقدمها مصر الخير إلى أهلنا الكرام من غير ذوي المقدرة. فكان من الأفكار العجيبة اللي قالوها وتدل على برضه على ذوق رفيع إنه بنبعت الكراتين في كرتونة تكفي الأسرة، في كرتونة تكفي العائلة طوال شهر رمضان، فيها 64 كيلو مواد غذائية، وبنشوف كده حسب القوائم اللي عندنا وحسب الدراسة اللي بنعملها وحسب التنسيق مع الشؤون الاجتماعية، حكاية طويلة علشان نعرف نوجه إيه فين وعلشان نعرف نوجه الحاجة فعلا للمستحق. المهم من الأفكار العجيبة اللي ابتكروها وفيها المعنى ده إنه قالوا طب ما في أسر كتير نفسهم يعملوا زي بقية الناس ويروح المتجر ويبدأ يشوف أنا عايز أجيب دي لا مش عايز أجيب دي ويختار ويشتري ويعمل، فنبعت له الإيصال اللي فيه قيمة مالية معينة وإحنا منسقين مع عدد من الجهات، خد الإيصال ده الكارت ده وروح بيه للمتاجر الفلانية في النواحي اللي عندك واشتري اللي أنت عايزه في حدود المبلغ ده، فيشعر كده انه داخل ينقي ويختار ففيها شيء من الانسانيه وفيها شيء من رعايه خاطره، وفيها ان هو يختار اللي عايزه ويشتري اللي هو عايزه ويشتري ما يشتريش، وفيها زي ان هو يبقى زي مثلا عدد من الاسر حواليه يمكن رايح يشتري نفسه وكمان يروح يشتري، ففيها بعد نفسي فيه ادب كبير. يبقى اذا التوسعه على خلق الله. طيب التوسعه على خلق الله دي هل هي يعني من لوازم رمضان؟ ايوه ده من لوازم رمضان جدا. ليه؟ لأنه سيدنا النبي ورد في هديه الشريف أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وشوف الجملة اللي بعدها وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هديه المعتاد أنه عظيم الكرم، وخصوصا خصوصا خصوصا يعني في شهر رمضان، يبقى كان أعظم كرم بكتير قوي جدا.
فيا كل إنسان مصري ويا كل إنسان بيسمعنا في العالم، تخلق بخلق الكرم في سائر أيام السنة، بس كن في شهر رمضان عظيم الكرم. يعني إيه عظيم الكرم؟ يعني التفت للناس، يعني وسع على الناس، خصوصا إن إحنا الأشهر اللي فاتت دي في أوقات جهد، الحاجات غالية، الناس أحيانا بتعاني في شيء من السلع، ارتفاع الأسعار، العالم حوالينا بيغلي زي ما أنتوا شايفين، بريطانيا فيها، فرنسا فيها إضرابات من خلال أيام فاتت، العالم حوالينا بيعاني، إحنا جزء من هذا العالم، في وقت شدة إحنا موجودين فيه، في ناس بتحتكر السلع، أوعى أن يأتي عليك شهر رمضان ويطلع الله عليك ويلاقي انك انت محتكر سلعة عشان تحقق قدر زائد من الربح ومش ولا تبالي بالناس وتشق على الناس وتعسر عليهم. اوعى تصنع هذا التصرف، انتبه اليه. يا كل تاجر عنده شيء من المواد، خلي عندك كرم في شهر رمضان، مش بس تفك الاحتكار اللي انت عامله ده، انت كمان يعني اخرج لله رب العالمين، والربح اللي انت عايزه لما ربنا يلاقيك يسرت على الناس في وقت الشده، قوم ربنا يرسل لك الرزق اضعافا. ما هو الرزق ما بيجيش مع ربنا بالعافيه. اوعى تفتكر انك انت لما تشق على الناس وتحتكر السلعه انك انت كده هتضحك على ربنا وتاخد فلوس زياده، سيجعلها الله سببا للمرض عندك او سبب للهم والشقاء. يبقى إذا نمرة واحد الفرح بالله وبرسوله، نمرة اثنين التعظيم لشعائر الله، نمرة ثلاثة التوسعة على خلق الله وشدة الكرم والجود. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ربنا يبارك لنا ولكم فيما بقي من شهر شعبان، ويبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويرزقنا فيه المعونة والتوفيق على القيام بفرائض الله على الوجه الأكمل، صياما لنهاره وإحياء بصلاة التراويح والنوافل والتهجد في ليلة، وكثرة تضرع ودعاء إلى الله، وإنسانية كاملة ورحمة كاملة وأدب كامل مع خلق الله. كل سنة وحضراتكم بألف ألف خير، وألقاكم في الجمعة القادمة، وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.